جيت حجزت مباشر، يعني كنت حاجز التذكرة ب21 في الأول، بعد المكتب رن علينا قال التذكرة زادت 4000 تام، حلوة 25، وعملت البي سي آر ب1800. طعمت في بلدنا جرجة، تطعيم بهدلة برضه، بهدلنا خالص ليه ما أخذنا الحقن، أخذت ثاني جرعتين. الجرعة الأولانية شفت العذاب لما أخذتها، وبعد كده رجعت لما جتني رسالة تام بعدين برضه نفس القصة، يعني عذاب زحمة قوي أكثر من اللازم. هو صح في نظام بس برضه زحمة أكثر من اللازم على التطعيم. يعني والله نسيت الاسم مع كثر ال ما هو التطعيم ما مش عارف نقرا. أنا بعت الجاموسة، بعت الجاموسة نحكي نقول إيه تاني يعني عن جديد. بعنا الجاموسة في البيت عشان الجاموسة ب21000. دبرتهم من هنا ومن هنا. طيب ربنا يكرمك تشتري جاموسة بكت بقى كده. إن شاء الله نشتروا، إن شاء الله نشتروا جاموس. بفلوس إيه؟ ربنا يكرمنا ونبعته بعد كده اكيد. امه يعني هيكون مين يعني غير امه؟ امه والعيال يعني هم اللي زعلوا عليها. مين يزعل غيرها؟ هي يعني هي الموكل يعتبر البيت، لبن وجبنه وسمنه من الكلام دي. عشان كده زعلوا. ايوه خير البيت، يعتبر جايبه الخير للبيت، هي مصاريف البيت. عشان كده زعلوا. ايوه كده يزعل، ما يزعلوش، هاي يعتبر جايبه مصاريف للبيت. ما وقت تنظيف برضه غالي ب27000 تنظيف. احنا يعتبر ارخص تذكره جينا فيها عليك. في ناس جايب 30، بس في الرحلة اللي قبلينا مش الرحلة بتاعتنا احنا. يعني 9 شهور انا روحت، مرتي حبلت وولدت في البلد، هاي ولدت هاي دي قبل ما نيجي بثلاث ايام ولدت مرتي. جابت عروس مدني ب 27 بعد فيهم. انا جيت في 2016، انا اكيد نحبها مش نحبها كمان. جيت ثاني اثنين مع بعضين بنحب انها بلد كويسة يعتبر، يعني في يمكن نظام اكثر من مصر، فيه يعني فيها حرية اكثر من مصر برضه، يعني اعتبر فيها برضه خير. هنا برضه غير مصر، ما هي حلوة بس برضه غير مصر. الكويت أحسن من مصر، حسيت مع اللف الكتر اللف ما فيش إحساس دقة، إحساس بعد يومين لما نفوق من البنج اللي أنا فيه دي. لا نعمل إن شاء الله بعد ما نوصل فرونية على طول هنعمل مسح، وأنا عامل قبل ما نيجي على طول برضه 1800.